كمصطلح عسكري يطلق عليها اسم قذائف كراسون بول M2، أما لقبها في ساحة الحرب فهو الموت الموجه بالليزر. تطور روسيا قذائف كراسون بول بصورة مستمرة، وأعلنت إدخال نموذج محسن من قذائف كراسون بول M2 عالية الدقة إلى حرب أوكرانيا. طلقة واحدة من هذه القذائف كافية لتدمير الأهداف المدرعة والمواقع العسكرية وتجمعات الأفراد. ذخيرة مدفعية موجهة بالليزر من عيار 152 إلى 155 ملم تنطلق نحو هدفها بسرعة 800 متر في الثانية، ويصل مداها الأقصى إلى 25 كيلومتراً. تكلفة القذيفة الواحدة من كراسون بول نحو 35,000 دولار، وتوصف بأنها من أقوى الذخائر المدفعية الثقيلة وأكثرها دقة في العالم.